عشية الجلسة الثانية للمجلس الدستوري المخصصة للبت بالطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد للمجلس النيابي، عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعا استثنائيا في الرابي، وأبقى على جلساته مفتوحة لمواكبة مسار الطعن إلى حين صدور قرار المجلس حتى يبنى على الشيء مقتضاه. تكتل إذ يؤكد على الموقف الذي أعلنه نوابه، يعتبر أن قضاة هذا المجلس أمام موقف تاريخي من أجل وقف مسلسل الاعتداء على الدستور والقضاء على النظام الديمقراطي البرلماني. التكتل ذكر بالرسائل التي وجهها العماد ميشيل عون إلى ملوك ورؤساء الدول الضامنة لاتفاق الطائف، والتي تضمنت الإشارة إلى الانتقائية بتطبيقه وعدم تطبيق المناصفة والشراكة الحقيقيتين، والمناشدة بوقف المسار الانحداري لتنفيذ اتفاق الطائف والذي قد يؤدي في حال استمراره إلى انهياره. إن مقاربة التكتل لأزمة تكوين السلطة في لبنان وفقا للدستور واتفاق الطائف هي مقاربة كاملة وشاملة لا تتجزأ، بدءا من قانون الانتخاب والانتخابات النيابية والرئاسية وصولا إلى التعيينات بشتى أنواعها والإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية الموسعة والمال العام، إذ أن أي خلل في أي من مكونات هذه المعادلة ينعكس على الأخرى ويهدد دستورية وديمقراطية النظام بأكمله. التكتل، وإذ ذكر بمبادراته الثلاث لانتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر أن المواقف السلبية لبعض الكتل من هذه الاقتراحات تدل على عقلية التسلط على حقوق المسيحيين.